مشروع التخرج للطلبة اللي حابة صناعة السينما وحابة ان هي تستمر في الكارير ده بيكون اصعب كتير جدا من الطلبة اللي عايزين يعملوا حاجة وخلاص، لان مشروع التخرج في الحالة دي بيكون هو خط الاستعداد لبداية الطريق. ومؤخرا بقت المنافسة قوية جدا في مشاريع تخرج كليات اعلام ومعاهد سينما بمختلف تخصصاتها، ويمكن ده اللي ضاف صعوبة في تنفيذ مشاريع التخرج. كل الطلبة بتحاول تعمل حاجة ما حصلتش، بيبقوا عايزين مشروعهم على غرار افلام السينما كده. لما بييجوا يتفقوا معايا بيقولوا لي كده بصت احنا عايزين نعمل فيلم سينما. الفيلم اهو. يعني هو ده الفيلم؟ بصوا بقى انا مش هدخل للدكتور زي كل مره. تفتكروا هننجح المره دي؟ اكيد طبعا. انت بتهزري شباب، احنا في فلوس مدفوعه. ايا كان بقى اتشقلبوا وتنططوا، انا مش هدخل للدكتور المره دي. بس انا حاسه الكالرينج مش احسن حاجه، صح؟ يعني هو ده الفيلم؟ هو انت اللي همك الكالرينج؟ بقولك في فلوس مدفوعه. والتصوير كان غريب قوي يا شباب، الشط اللي صور بيه الفيلن خده بعين النمله، كان ممكن ياخده بعين الطائر او عين السمكه او عين الجمل. بعين الهبد ده يا ابني. مي بتقول ان الفيلم اصلا سريالي. ايوه يعني هو ده الفيلم. هو ايه سريالي ده؟ هو احنا مش لابسين كويس ولا ايه؟ وبعدين انا بقول ان في فلوس مدفوعه عشان الوقت. مين هيروح للدكتور بالفيلم؟ هو ده الفيلم. طيب هستأذن انا بقى. زي ما قلنا ان بقى في منافسة قوية جدا في مشاريع التخرج، فبقى الطلبة بتحتاج حد يساعدها في تنفيذ المشاريع دي. بس يمكن كتير من الطلبة بيقعوا في مشاكل زي انهم يروحوا لحد ما عندوش خبرة، او انهم يروحوا لحد غير امين، او حد بيبالغ في الشغلانة، او حد مش فاهم في الشغل. ولو كنت سيء الحظ وقعت في حد من دول هتكون خسارتك كبيرة، مش بس في انه يعمل لك فيلم وحش او غير متزن فنيا، لا ده هو ممكن يعمل لك فيلم حلو وحلو جدا كمان، بس بعدم خبرته وعدم معرفته بالسوق هيخليك تدفع تكاليف كتير جدا. مثال، لو الفيلم يكلفنا 50,000 ممكن عدم الخبرة يخلي الفيلم يكلف 80,000 وأكتر، ده غير الأخطاء اللي ممكن تحصل. شباب أنا أول ما أتخرج هطلع لنيويورك. وش؟ وأنا هعمل إبراهيم الأبيض الجزء الثاني. وأنا بقى هعمل نوع سكريبت جديد وهسميه السكريبت الفخم على اسم بابا. إيه يا أمي؟ كمبيانات إيه يا أمي اللي عايزة تنطيني عليها؟ بقولك جبت امتياز. امتياز يا أمي؟ حاضر يا أمي، هرجعلك فلوس الذهب. حاضر. حاسه ان كل احلامنا تتحقق. انا قلت من الاول ان البتاعه دي مش فيلم. الدكتور قال ان احنا اتضحك علينا ان ننفذ معانا مشروع التخرج. يعني ايه بقى اتضحك علينا؟ احنا مش في فلوس مدفوعه يا جماعه؟ طب ما هو ممكن يكون الدكتور ما يعرفش اصلا ان الفيلم سريال. انت عبيط يا ابني، ما هو دكتور. انا عايز افهم دلوقتي، احنا مش في فلوس مدفوعه ولا انتوا وديتوا الفلوس فين؟ هنعيد مشروع التخرج تاني. بصوا بقى، احنا غالبا كده نفذنا الفيلم مع ناس غلط. غالبا؟ ما هو الغالبا ده بقى مش هينفع. ليه مش هينفع؟ عشان في قواضي مرفوعه، لو ما رجعتش فلوس لامي هتحبسني. ما انا قلت لكم من الاول بلاش انا اروح للدكتور. يا جماعه احنا لازم نعرف هنعمل المشروع ده مع مين، لازم نسال حد خبره. صح، انت عندك حق. ما هو اصل حرام برضه، ده في فلوس مدفوعه ولسه في فلوس تانيه هتدفع. اول نصيحه دايما بقولها للطلبه اللي ببقى على معرفه بيهم ان هم ازاي يختاروا التيم بتاعهم او الفريق اللي هيكون معاهم، وكلامي هنا عن المعاهد والكليات اللي مشروع التخرج فيها بيكون لمجموعه من الطلبه. اول حاجه لازم تنضم الفريق زيك، عندهم نفس حماسك. على الاقل لو صناعه الافلام مش بتستهويهم يكون عندهم شغف ان هم يعملوا مشروع تخرج قوي زيك بالظبط. بمعنى ان انت ما تبقاش عايز تعمل فيلم وما حصلش وتنضم الفريق عايز يعمل اي حاجه وخلاص. ما تبقاش انت عايز تكلف الفيلم بتاعك وتصرف عليه وتنضم الفريق عايز يقتصد ويعمل حاجه بسيطه، لان ده هيخليك تقابل مشاكل كتير وهيعطلك بشكل اكبر. تاني حاجه، لازم التيم كله يكون موافق على نفس فكره ونوع المشروع، يعني ما يبقاش نص التيم عايز فيلم روائي والنص التاني عايز فيلم وثائقي. تالت حاجه، نختار فيلم في حدود قدراتنا الماديه، يعني ما نختارش فكره فيها شغل كتير وتكاليف كتير واحنا مش مقدرتنا ان احنا نعمل ده. رابع حاجه، نبدا نعرف قدرات الفريق، يعني ممكن يكون في حد في الفريق بيعرف يخرج او حد بيعرف يكتب أو ينفذ ملابس أو ديكور، فنبدأ نقيس المهارة عند كل واحد
هل تتناسب مع الفيلم ولا لا؟ يعني مش معنى ان في حد في التيم بيعرف يصور او عنده مبادئ تصوير انه هيقدر يصور الفيلم بطريقه بروفيشنال، وكذلك الديكورات والملابس. فلو قدراتنا مش متناسبه مع حجم الفيلم يا ريت نستعين بحد يقدر ينفذ ده. خامس واهم حاجه، لما نقرر نستعين بشخص لازم نكون على معرفه بسابقه اعمال، بلاش نستعين بشخص ما عندوش خبره، لان زي ما قلنا قبل كده قله الخبره ممكن تاثر عليه، سواء بان هو ينفذ لك الفيلم بشكل مش بروفيشنال او انه يكلفك كتير. يعني لو استعنا بمدير تصوير متمكن وادينا له كاميرا من الفئه المتوسطه زي مثلا سوني A7S2، وعلى الجانب الاخر لو جبنا مدير تصوير ما عندوش خبره وادينا له كاميرا اليكسا والاثنين طلعوا لي نفس كواليتي الصوره، يبقى كده مدير التصوير اللي ما عندوش خبره كلفني فلوس كتير عن مدير التصوير اللي عنده خبره. ونقيس على ده كل وظايف الفيلم. سادسا، ما تخليش حد يجرب فيك، يعني ما تجيبش حد يكون بيخرج بس سابقه اعماله بسيطه وتطلب منه فيلم كبير يكون محتاج لوكيشنات كتير وتكنيكات صعبه وممكن يكون هو مورش بيها قبل كده، فده هيخلي احتماليه فشل المشروع كبيره او تكلفته مضاعفه. واخيرا، حاول وانت بتستعين بفريق يكون فريق واحد، بلاش تستعين بمدير تصوير ما يكونش يعرف المخرج والمخرج ما يعرفش بتاع الديكور، لان ده اكيد هياثر على البروجكت بتاعك، بالذات ان الافلام دي بتندرج تحت مسمى اللو بادجت، يعني فيلم بيتعمل بسرعه جدا والناس ما بتلحقش تتعرف على بعض، وكمان ما بيبقاش فيه مدير انتاج شاطر يقدر ان هو يدير البروجكت ويحل اي خلافات او دروبات ممكن تحصل. في النهايه بتمنى ان كل الطلبه تتعب جدا في مشروع التخرج بتاعها وتقدم كل اللي تقدر عليه. طب يا امي بقولك